بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله يعني أستحي منكم كثيرا، لأنني وعدتكم أنني لا أتحدث عن هذا الموضوع بعد ذلك، ولكن هذا الجديد والذي يمكن أن يجعلنا نتحدث بطريقة أخرى على هذا الموضوع، لعله يكون فيه جانب من الفائدة للإخوان. والله شوف، هو ما ترك شيئا إلا أساء إليه، معروف هذا الشيء. الله والرسول والعلماء ديال التفسير والآئمة، هذا الشيء كل شيء راكم عارفينه. وتحدث عن الحور وعن الإسراء وشكك في وجود النار والجنة و و و و لائحة طويلة جدا 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 جدا. ثم بعد ذلك كان المأمول أن يذهب بعيدا في اختصاصه ويقدم للناس إن شاء الله خدمة في ذلك الميدان، وهذا هو كان المعول، وهذا الذي أخذ به هذه الشهرة بين الأتباع. ياك يا سيدي مزيان. لكن حتى في هذا الميدان خرج علينا الأطباء، الطبيب الأخير الدكتور بن جلون خرج علينا ياك وتحدث على المطبات الكبيرة اللي قال يقشعر جلدي من تلك التوجيهات في مجال الطب. أنا أصحاب السكر وعلى أصحاب، وتحدثوا على أن هنالك ضحايا، هذا الأطباء تكلموا ياك. وخرج أحد المختصين في علوم الرياضيات، العلوم الحقة، وقال وبعد أن عرض وسرد أنه لا علاقة له بهذا الميدان أصلا، وتحدث علماء الكون فقالوا أين بحوث هذا؟ قال عنده 30 بحث لم ينشروا ياك. قال ليش ما تنشروش؟ هل هنالك من الناس من يحب الخير للناس وعنده بحوث وهو لا ينشرها؟ هذه يعني عذر أقبح من زلة. على كل حال خرج له هؤلاء، وخرج إليه العلماء فردوا عليه في مجالهم وجزاهم الله خيرا يا كسيدي. وفي الأخير خرج أحد من عائلته، ابن أخته. يا كسيدي، يا كسيدي، الفيديو ديالو انتشر بشكل كبير، وسمعنا له ما يقول، وتحدث إلينا وقال هو يعرف هذا الذي أقوله وما كنت أحب أن أتحدث عنه، بل هو بذاته طلب منه أن يكون عنده يعمل في إحدى هذه الورشات التي كان يقوم بتهيئ الزبدة، يعني السمن الآخر ذاك الشيء. وفضح هذه الأمور، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إذن فالكل الآن محاط به، علماء الكون، علماء الرياضيات، العلماء المتخصصون في الطب يا كاسي زيد، علماء الشريعة زيد، والعائلة ديالو، وهذا اللي في العائلة ديالو. أنتم تستطيعون أن تسمعوا ما قال، فإني لا أستطيع أن أنقل إليكم بأمانة ما قال، فهذا موجود، هذا راه موجود، هذا منشور بإذن الله تبارك وتعالى، وتحدث عنه كثير من الدعاة يا كاسي. فخرج بالأمس يا ركو تشوفوش على هدد، قال لك باللي يكون هنالك أئمة يغتصبون، واتهم الكثير من هؤلاء الذين أصحاب الرقية الشرعية، واتهم هؤلاء الذين يبيعون على قوارع الطريق، وقال سأؤدبهم. والله الله الله، وأصبحت عنده بإذن الله تبارك وتعالى ما يسمى مؤسسات للإحصاء تعطي الخبارات، وش هالشيء هذا؟ ولم نسمع أبدا لمتابعة لكل ما قال، بل هدد بعض الفقهاء كما حدث له مع إمام مسجد الحسن الثاني، قالوا نهرس لك هكذا تكسير العظام، تهديد. ثم يخرج بعد ذلك بعد أن يقوم بمحو هذه الفيديوهات، وهما كيكونوا سجلوها الناس، يقولون أنا ما قلتش، ويزيدوا عليا ويزيدوا عليا، نفس الوتيرة، فتنة كبيرة هذه. لكن بالأمس
نتاع 3/22 فيما يسمى اللايف ديالو اللي قال مباشر لا حول ولا قوة إلا بالله. تحدث على كل شيء هذا الشيء اللي قال، يعني كل شيء هذا الشيء اللي قال في السبق في تحدث البارحة واسمه قال هو يؤيد وزير العدل في هذه المسائل التي يدعو. الله يا سيدي، قال لك حافظ القرآن وزير العدل على مرة يهضر، على مرة يهضر، هذا وزير العدل اللي بلانا الله به، على مرة يهضر، على مرة يهضر، يهضر على العلاقات الرضائية، اجتهد فيها رغم ما سمع من أمير المؤمنين وذكرناهم بهذا. شوف المسألة الثانية، راكم تعرفوا قضية الإرث، المسألة الثانية ديال التعدد، هذو ثلاثة، هذو ثلاثة. ملي يهضر على التعدد أنا يجينا الضحك، بعد صابوا ولادنا حتى باش يتزوجوا ويديوا وحدة، أبدا، حتى منين تعالجوا المشاكل عالجوا المشاكل اللي هي موجودة، ماشي حتى المشاكل يملى عليكم من الخارج أن تناقشوا شيئا غير موجود. يا ودي راه من الشاب صافي باش يتزوج، الشباب راهم يرموا روحهم في القوارب نتاع الموت باش يدور على الخدمه، كي يدير يتزوج وهو ما خدامش. اسم التعدد، اسم التعدد. بعد تقدر يسبب بعد باش يتزوج، حتى ملي نتعالجوا عالجوا المشاكل اللي كاينه، ماشي مشكلتنا مع التعدد، مشكلتنا ما كانش الخدمه والزواج ما كانش كاع، راه ما كانش، ما كانش. تعرف باللي المدينه كانت بكري كان الصيف لا 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 تكاد إلا أن تسمع في كل ساعة في كل وقت في كل شارع طنين السيارات التي تشير إلى زواج. اليوم ما كانش، فرا هذا الشيء اللي كاين. قضية التعدد مشكلة كبيرة، التعدد يا رب يا رب يا رب، راه التعدد. ولا القضية اللي كيتكلم عليها المسألة نتاع القضية ديال الإرث، يا ودي راه أعطيو للمرأة غير حقها، راه الناس تاكل المرأة في حقها اللي عطاها لها ربي. المسلمة راه ما بغاتش شي حاجة من غير حقها. راكم شفتوا هذاك الفيديو اللي صوروه اللي النساء رافدين على ظهرهم الطوب باش يمشيو يبنيو، قال لك أسيدي حنا بغينا غير المطالب نتاع المسلمات. العموم في هذا المغرب مطالب غير بعد غير باش يصليو باش يتعلموا باش يمشيو للسبيطار وباش تقلعوا عليهم مثلا العزلة الطريق. واش هذا الوالد هذا الارث؟ اعطيهم غير حقهم، اعطيو لهم، اعطيو للمرأة مسكينة غير حقها، غير رفعوا عليها العزلة. ها ونسال الاخرى ديال لا حول ولا قوة الا بالله، ديال التعدد والارث وديال العلاقات الزينة. هذا هو، هذا هو، هذا هو اللي راك انت، هذا هو اللي خرجت به بالتصريح انك تقف معه. الله لا يستدرج عبد الى هذا الا عبدا والعياذ بالله رفع الله عنه عافيته، نسال الله ان يعفو عنا يا رب يا رب يا رب يا رب. ثم قال بعد ذلك وراه عنده الفقيه نتاعو، راه مع الفقيه نتاعو اللي تعرفوا شكون هو. فصار الان بعد ان كان يمدح اولئك العلمانيين والمهاجمين على البخاري وتصور معهم، اليوم يقف في صف هؤلاء الذين يقفون ضد 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 ما امرنا الله به من عفاف واتباع للنصوص، فلا اجتهاد مع النص، اعطيهم غير حقهم. الناس تعبث الان في دين الله، أي أرض تقلنا وأي سماء تظلنا في بلد مسلم، ونؤكد على أنه مسلم. والله إن الأمر خطير يا سيدي. سمعت باللي راح حذف هذا الفيديو، حذف وياك، ولكن قال أحد إخواننا ولكننا سجلناه حتى لا يقول بعد ذلك. وقد سمعته أنا، شتو وسمعت الفيديو، سمعت الكلام، ها غادي يخرج يقول لهم أنا ما قلش كما كان دائما يقول، ولكن لقد قال حتى ولو حذف الفيديو. الله 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 الله، اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء،
ومن خيبة الرجاء ومن عضال الداء ومن شماتة الأعداء. نعوذ بك يا رب يا رب يا رب من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. الله 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 الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أتريدون الصدق والحقيقة؟ والله إن الإنسان حينما يرى ما يحدث لبعض الناس من الانتكاسة في الدنيا إلى الدرجة التي يقف فيها مع من يحارب ديننا والفضيلة، والله نخشى على أنفسنا. ها أنا أوجه إليكم رسالة، لا أوجه إلى أي أحد، وإنما لمن يستمع لهذا الفيديو فيسأل الله لنا الثبات على الدين حتى نموت على الإسلام. لا يغرنا عياذا بالله أبدا من يبيع ضميره لمن تعرفون وتعلمون. اللهم صل وسلم ودم وانعم على الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين.